أعزائي مشاهدي قناة السور الحرة، أهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا نحن الآن متواجدين على خطوط التماس المباشرة في قرى سهل الغاب وأيضا المتاخمة والمقابلة بشكل مباشر إلى قرى النصيرية. كما تشاهدون قرى النصيرية خلفي تماما، وهذه هي سلسلة جبال العلويين المعروفة. طبعا أنا سؤالي الآن أوجهه إلى قادة الفصائل العاملة في ريف حماة خاصة، وإلى باقي الفصائل التي يؤازرها اخوانهم المجاهدين في ريف حماه باتجاه ادلب وحلب وغيرها. سؤال حير الكثير وانا واحد منهم، لماذا لا تفتح جبهات القتال المتاخمه لقرى النصيريه بشكل مباشر كجبهات القتال في سهل الغاب؟ طبعا الكثير من الاخوه يقول لي اذا فتحنا معارك سهل الغاب ستنزح الناس. يا اخي هو بالاساس سهل الغاب ما فيها سكان، وما في قريه الا هدمت بالكامل نتيجه قصف نظام الفاجر من خلال الطائرات وأيضا المدفعية المتواجدة، إن كان في جورين أو في شطحة أو في حاجز النحل الموجود بسقيل بي. كلنا يعرف هذا الكلام، ونحن وأنا بالنسبة لي شخصيا من أول النازحين في هذه الثورة، كون منازلنا وبيوتنا معروفة في تمانة الغاب وفي جسر توتي وغيرها. فلماذا يا قادة يا عسكريين يا فصائل الجيش الحر وأحرار الشام وغيرها، لماذا لا تفتحون معارك سهل الغاب؟ يعني إحنا احترنا، صار فينا مثل اذا واحد بيقول للثاني وين دانك؟ بقول له اي داني. طيب انا ليش لحتى اروح على حلب وبعرف كل شبيحه النظام وكلاب النظام عم تروح من هاي القرى باتجاه حلب؟ واحنا بنعرف، وانا بعرف هذا الكلام جيدا وانتم بتعرفوه. اذا احنا استطعنا انه نحتل قريه حورات عمورين اللي عدد سكانها لا يتجاوز ال 4000 نسمه، اهم من تحرير حلب. لانه انت في حال فتحت معارك القتال وصرت بعقر دار النصيرية، صدق العالم بأكمله، العالم المتخاذل طبعا من أمريكا إلى روسيا إلى إيران إلى كل الدول التي تقول نحن معك طبعا بالنسبة لبشار الأسد، ستركع أمام قدميك يا أخي المجاهد أو يا أخي قائد الفصيل. نحن بمجرد ما احتلينا قرى النصيرية وصرنا بعقر دارهم، الكل راح يركع قدام جريك ويقول لك شو بدك، نحن جاهزين. بدك بشار الأسد نطيره باتصال واحد اللي بيشيلوه، حاجة نلف وندور على بعضنا يا أخي. بالنسبة لأمريكا وغير أمريكا حتى الدول العربية بيعرفوا حق المعرفة، بشار الأسد باتصال واحد نزل مع الكرسولات بينزل 6 سنوات بالله، يعني الموضوع صار بده حل. يا أخوتي الله يرضى عليكم، أنا برأيي رجعوا افتحوا جبهات القتال بسهل الغاب ومع الخطوط المباشرة مع قرى النصيرية، وما في داعي نلف ونروح قبلي ونروح شمال ونشتت بعضنا ونقتل بعضنا. يعني حتى الانتصارات احنا اللي عم نحققها على أرضنا والله خسارة. تعرفون لماذا خسارة؟ لأن المعركة على أرضنا. بعد كل انتصار عم يكون في تهديم وفي تهجير وفي قتل، وما تم في عندنا شيء اسمه بنى تحتية نهائيا ولا خدمية ولا غيره. وهني بنفس الوقت عم ينعموا بالكهرباء والراحة والأمان، وعندهم كل شيء ماشي، مدارس، أفران، محروقات، مشافي، كل شيء موجود عندهم. يعني عمليا الانتصارات اللي عم نحققها على أرضها هي خسارة. لذلك يجب على قاداتنا نقل المعركة إلى مناطق النصيرية، وغير هيك لا يمكن ثورتنا تنتصر، وراح إسا نمضي أيام وسنين وبجوز الله أعلم. فهذا الأمر لازم إحنا ندقق عليه. إحنا بنتمنى من الشيخ المحيسني يجي لهون يقول بشراكم، يجي لهون على قرى النصيرية يقول بشراكم، جيناكم، ما بدنا بشراكم، يقول لهم جيناكم. يعني حقيقة احنا عم نقول بشراكم شمال ما بنشوف الا اجى الجيش وقال حاصرناكم. يعني في شيء مو صح بالامر يا اخي. القتال يجب ان يكون هون. يعني احنا هون هلق بضرب، احنا بعيدين هلق، انا مسافة 1 كيلومتر عن قرى النصيرية، خلفي جورين والجيد ورصيف وشطحة وحرات عمورين وطاحون حلاوي وغيره وغيراته، وهي تعتبر هذه هي الخزان الكبير، خزان البشري الكبير المصدر للشبيحة. يعني الان انا بارودي او بارودة صيد وبضرب كسر نمرة 0 مستعد اقتل 5 خنازير منهم. هاي رسالتي لكم وبتمنى الكل يسمعها، وطبعا في كثير بيعرف هذا الكلام صح بس عم يحب انه يتجاهل او عم يتجاهل شو القضية، ما عم نعرف. الحقيقة صرنا بمتاهة ولازم الامر بده حل. حاجة اكثر من هيك ما بقى احنا نسكت، انا واحد الناس راح احكي كل شيء علنا. كان معكم لقناة السور الحر جاسم كريم من ريف وحماة سهل الغاب على خطوط التماس المباشرة مع قرى النصيرية الروافض الانجاز.